أهلا بكم إلى باريس العاصمة التي نفي إليها. يعود الرئيس العماد ميشيل عون رئيسا للجمهورية في زيارة دولة لبحث سبل ترجمة الدعم الفرنسي الدائم للبنان في أكثر من ملف. وإلى عودة الرئيس من فرنسا، أرجئت جلسة مجلس الوزراء أمس إلى جلسة ستعقد الخميس في القصر الجمهوري بعدما فشلت في إيجاد حل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب وانفجار خلاف جديد حمل طابعا دستوريا هذه المرة من دون أن يفلح ضغط الشارع واستمرار الإضراب في الإسراع في إيجاد الحلول. فهل يكون الخميس حاسماً لجهة إيجاد الإيرادات المالية للسلسلة أولاً، والاتفاق إذا كانت الضرائب ضمن الموازنة أو في قانون مستقل ثانياً؟ وهل سيعرض هذا الخلاف؟ هل سيعرض هذا الخلاف الحكومة للخطر؟ هذه الملفات أطرحها اليوم مع ضيفي مسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية في التيار الوطني الحر دكتور بسام الهاشم، ومعه ستطرق أيضا إلى الانتخابات النيابية بعدما أعلن ترشحه للانتخابات المقبلة، وعن علاقة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك، بس طولي بالك، أنا ما أعلنت ترشحي، أعلنت ترشحي للترشيح، يعني القرار يعني في نية. هلا في نية بس والانتخابات التمهيدية تمت وصرنا بالمرحلة الثانية، بس القرار بين إيدين قيادة التيار وأنا ملتزم بقرار طيب. فينا نقول يعني بعدما أعلن نيته الترشح. إيه هذه النية أوكي زبطني. بعدما أعلن نيته الترشح اليوم يعني بلش بالحدث زيارة الرئيس عون إلى العاصمة الفرنسية باريس اللي أخذت هذه الرمزية كونه يعود هذه المرة إلى هذه العاصمة كرئيس للجمهورية بعدما احتضنته سنوات وسنوات بالمنفى. ملفات عديدة طرحها، وحسب ما سمعنا أنه في دعم فرنسي سيترجم بالأيام المقبلة. كيف تقرأ هذه الزيارة؟ يعني أولا هذه زيارة طبيعية جدا، يعني فرنسا العلاقات نحن وياها علاقات تقليدية، يعني تعود بجذورها إلى القرن الثالث عشر، يعني حقيقة بشكل هيك يعني بعض المكونات خصوصا الموارنة يعني بشكل أساسي صحيح. وبعدين يعني تابعت هيدي يعني تقريبا بدون انقطاع يعني من هيديك من هيداك الزمن مرورا بعهد الإمارة ووصولا لتأسيس إعلان دولة لبنان الكبير ومواكبة فرنسا للبنان يعني بفترة الانتداب وما بعد الانتداب. هلا طبعا ما رأيت هذه العلاقة بتقلبات، مش لأنه يعني الفرنساوي بطلوا يحبوا لبنان، بس إنه الزمن تغير وظروف اللي مرقوا فيها كانت متحولة، صار في تراجع بالنفوذ الفرنسي وقدرتهم على التأثير على مجرى السياسات بالشرق الأوسط مع صعود نجم الولايات المتحدة، وصارت هي يعني الممسكة بزمام الأمور هون من الجهة الغربية، هي زعيمة المحور الغربي مقابل الاتحاد السوفيتي والمحور الشرقي وهذيك، ويعني مع سياستهم اللي سخرت كل شيء في خدمة تثبيت الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين وإعادة تشكيل المنطقة. هذا السعي الدائم إعادة تشكيل المنطقة بما يتلائم وحفظ أمن إسرائيل شو ما كلفت لها. هلا اليوم وآخر مغامرة كانت يعني كانت هذه هالحرب الظالمة اللي شنت على سوريا وامتدت يعني على بلدان عديدة، اليمن، مصر زعزعت الاستقرار فيها قبل منهم ليبيا إلى آخره. فات بكل أسف يعني فات المحور الغربي بمغامرة برهان أنه على يعني بسعي إلى تفكيك الوضع القائم وإعادة تكوينه ضمن نفس التوجه اللي حكينا عنه، ولكن هذا وبكل أسف أنه فرنسا الرسمية فاتت. فرنسا الرسمية بقصد الحكم، ما عم بقصد الناس، بعرف الناس صحيح. أنا عشت 20 سنة بفرنسا وبعرف الناس كيفية يعني. فالسلطة اللي كانت حاكمة بفرنسا بهالفترة هاي الماضية غامرت كتير، وإن كان يعني مع أيام آخر أيام ساركوزي أو بعهد أولاند، فاتوا بمغامرة هيك تحت بركب
الولايات المتحدة، شاركوا حتى بالتحالف الدولي، شاركوا بكل شيء. شاركوا بكل شيء. واليوم بفعل يعني الأوضاع اللي تكونت، يعني هذا يعني توصل محور المقاومة إلى الوقوف بوجه هذه الحرب وقلب المعادلة، يعني بالدعم الروسي، اليوم يعني رجعت تكونت ظروف مع تشكيل سلطة جديدة يعني برئاسة الرئيس ماكرون، في فرصة جديدة متكونة قدام فرنسا تلعب دور ما تكون مزيلة للولايات المتحدة، يعني دور في ظروف اليوم مؤاتي، لأنه يحاول ماكرون أنه يحددوا بما هيك يتلمس معالم الدور يعني اللي كان يقوم فيه الجنرال دوغول بأيامه بين المعسكرين الشرقي والغربي. الجنرال دوغول بأواخر الستينات هو يعني أو بالأحرى بالنص الثاني من الستينات، لأنه آخر الستينات كان انسحب من الحكم، ولكن بعد حرب 67 حدد هو السياسي اللي كانت يعني سياسي بين اثنين، سياسي تؤسس لحل سلمي ياخذ بمصالح الجميع ويسعى الى اليوم فرنسا قادره تلعب هالدور. يعني هذا الظروف المستجده بتخلي فرنسا انه اذا عرفت كيف تمارس اللعبه تاخذ المسافه الكافيه، ما عم نطلب منها تعيد امريكا، مش هذا المطلوب ابدا، قادره انه تلعب هالدور اللي يكون بين دور جمع، دور السعي الى التوظيف بما يخدم مصلحة الشعوب والدول القائمة في المنطقة، ويعزز حضورها كقوة صديقة حليفة فعلا للكيانات القائمة، ما تكون يعني قوة بمظهر القوة المعادية. مهما تلبسوا بالخمس ست سنين الماضية، فعلا فرنسا ما كانت أبدا عم تشبه الدور اللي عهدناه إلى هون. حصرت وكأنه دكتور قوى المنطقة اللي هي القوى الداعمة لمحور المقاومة، لا لا ما أقول هيك، يعني بعد ما تمارس حالة العداء عليها فرنسا، لا لا عم أقول بين اثنين. نحن اليوم بحاجة في حالة استقطاب قصوى نشأت بالمنطقة، حالة عداء، حالة هيك يعني سعي إلى قصم الظهر هالشعوب اللي موجودين هوني، تقليبهم على بعضهم، أنه تقليب السنة والشيعة ضد بعضهم، تفتيت المنطقة على قاعدة الكردي والعربي والإيراني وإلى آخره، وكله هذا ما بيؤدي لأي نتيجة إلا خدمة إسرائيل. صحيح. نحن اللي عم ندعي له فرنسا هو تلعب الدور اللي بيساعد على إعادة اللحمة والمحافظة على وحدة التنوع، يعني هذا الشيء اللي نحن ندعي له. ولكن تجاه يعني لبنان ما كان فيه هذا، يعني كان فيها هذه السياسة الدائمة الداعمة للبنان، فرنسا تجاه لبنان. ايه قلتك هي كانت دائما تدعم لبنان، بس احيانا كانت فعالة واحيانا ما، يعني فعاليتها هامشية اذا ما كانت شبه معدومة، يعني حاولوا ولكن ما حاولوا. طبعا اليوم بدون ادنى شك يعني نحن المأمول من فرنسا انه تستمر بسياسة الدعم للبنان، ولكن نحن اللي بيحبوا فرنسا وانا واحد منهم، تبي يعني انا بقدر ما انا مجاهر وكل الناس بتعرفني يعني انه المقاومه هو خيار وجودي وانه هذا نحن حاضنينه بنفس القوه بالمحور الشرقي انت يعني دكتور. ايه بس بنفس القوه نحن نحب فرنسا، بنحب فرنسا الحضاره، تعلمنا صح الديمقراطيه بمدرسة الانسان. فمن طالب فرنسا الدولي الرسمية السلطة بالأحرى من طالبها أنه تتشبه بالقيم اللي ربتنا عليها. صحيح. اليوم مع الرئيس عون برأيك رح نكون بمرحلة ترجمة لهذا الدعم للبنان؟ نتأمل. على كل الأحوال التوجهات يعني مبينة، في مؤشرات منيحة بكل الحالات، يعني الرئيس عون راح يحط يعني مثل ما شفنا يعني مواقفه، زيارته لفرنسا اجت تقريبا بهيك بفاصل يوم يومين عن نيويورك. نيويورك ومفهوم بنيويورك شو كان موقفه، مفهوم انه جاي رئيس امريكا عم بيقترح انه النازحين واللاجئين انه يبقوا مطرح ما هن، يعني هيك انه عمليه تغيير ديموغرافي. فبيقول له الرئيس عون
انه هيدي الشغله نحن بنقرر فيها ما انت ما خصك. هذا الموقف السيادي الحقيقي، رفض التوطين. طبعا رفض التوطين، لا مش بس رفض التوطين، رفض الانصياع لاي اراده خارجيه. نحن اللي بنقرر، نحن بنعرف، نحن طالما انه عم نقرر بشؤوننا بمصير بلدنا، انتم ما لكم تتدخلوا، نحن بنعرف، وانتم اللي فيكم تعملوه انه تدعمونا اذا عندكم استعداد، والا فكوا عنا اتركونا نحن نشوف كيف بدنا نحقق غاياتنا الوطنيه من ضمن احترام الشرعيه الدوليه يعني وقواعد التعاطي بين الشعوب والدول. طيب اليوم فاذا الوجهه اللي حددها فخامه الرئيس، نحن بنتامل انه فرنسا تتلقفها، لانه هيدي انا من الناس اللي بيعتبروا انه هيدي خشبه خلاص للبنان، ولكن بنفس الوقت هي طريق اذا سلكتها فرنسا بتمكنها انه ترجع تستعيد المصداقيه اللي كانت الى حد بعيد بلشت تفقدها بالعهدين السابقين بالسياسه الخارجيه. نعم. خميس يفترض في جلسه لمجلس الوزراء بعد عوده رئيس الجمهوريه، جلستين لمجلس الوزراء ما وصلنا لنتيجه، وبانتظار عوده رئيس الجمهوريه ستعقد جلسه لمجلس وزراء، رايحين بعد الى تصعيد في الشارع، الى اعتصامات والى اضراب عام بموضوع سلسله الرتب والرواتب، واليوم رايحين على نقاش جديد، وحتى بعض عم يحكي عن خلاف صلاحيات وغيره. برأيك الخميس ستكون جلسة حاسمة بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، أو قادمون على مشكل أكبر وعلاقات متوترة بين رئيس عون ورئيس بري، وملف آخر رح أحكي فيه كمان موضوع خلاف بين رئيس عون والرئيس الحريري؟ ليك أولا نحن متأمل أنه كل الأمور هذه تنحط، يعني أنه تتفكفك عن بعضها، أنه ما فينا ناخد شغلي كزريعة لشغلة تانية، ما بده واحد يخلط السماوات بالأبوات. هي قصة الصلاحيات ما حدا عم بينازع بالصلاحيات اليوم. إذا كان فخامة الرئيس عم بيعمل أي شيء لأنه عم بيسعى إلى تعديل الصلاحيات اللي أقرت بالطائف، ولا لو بده هذا الشيء كان بيطرح مألوف عنه فخامة الرئيس جنرال ميشيل عون، معروف عنه انه وقت اللي بده شغله بيقول عنها، ما بيجي هيك بفوت فيها باساليب مطعوجي، ما هذا منه وارد. ولكن الوارد عنده اكيد هذا حق وواجب ما بيتنازل عنه، هو صيانه الدستور واحكامه، لانه هو الوحيد بين كل الرؤساء وكل المسؤولين اللي اقسم اليمين، يعني هو حالف يمين على صيانة الدستور، صيانة الدستور، وبالتالي بده يعمل يستعمل كل مهابته المعنوية وما تبقى من الصلاحيات لترجمة هذا يعني هذا الواجب. فكل شيء عم بيعمله شو قال الزلمة من الأساس، يعني وبالأساس شفتي أنه وقت اللي يقر سلسلة الرتب والرواتب، هل أنه فخامة الرئيس معه؟ أكيد معه. يعني إذا حدا بده هالقد سنتي وبده أمتار، أكيد مع إنصاف هالناس، هؤلاء الناس أصحاب حقوق، ونحن منهم، ونحن موظفين كمان، مع العلم إنه نحن كأساسي بالجامعة اللبنانية عندنا حقوقنا سلسلتكم الخاصة ما لبوا لنا إياها، هيك تجاوزوا لنا، بس ماشي الحال، نحن ما راح نترك حدا إنه هيك ينال من حقوقنا، مكملين. ولكن عم بقولوا إنه فخامة الرئيس اكيد مع السلسله، فخامة الرئيس من الاول كان عم بيقول بدنا موازنه مع السلسله، ولكن عم بيقول انه يا عمي طيب هالسلسله ما فينا نجي نحن انه نجي نقطع نجي نلقي موجبات ماليه على الدوله بدون موازنه، بدون ما نكون مقررين الموارد، هالموارد مفروض تكون من ضمن الموازنه. يعني واجا مجلس الدستوري ليأكد على هيدا الكلام. اليوم في كلام اخر للرئيس بري عم بيقول انه للمجلس حق التشريع الضرائبي، وفي عده امثله على ذلك، من قانون التفقه منبلش بال 2006 لبعدين، مش من زمان شرع المجلس النواب قانون بيتعلق بقطاع النفط، ضرائب على قطاع النفط وغيره. طيب ليه اليوم هذا الموضوع يعتبر انتقاص من صلاحيات المجلس الدستوري، حتى وصل لمحل رئيس بري عم بيقول بلشنا نضرب بالطائف؟ ما بعد انه حدا بوارد الضرب بالطائف،
اجى المجلس الدستوري، وانا تبي ما راح افوت بالنقاش الدستوري والقانوني لانه مش منا شغلتي، يعني مني اختصاصي بالقانون. يعني انا الموضوع اللي هممني من هيدا كله هو المقاربة السياسية. يعني هلا اني اكيد عنده رئيس بري عنده وجهة نظر وبنحترمه، وفخامة الرئيس عنده وجهة نظره، وبعتقد انا انه كمان محترم، يعني الاخوان كلهم بيحترموه. انا ما بعتقد انه، وبتامل انه طب هلا كل واحد بيوصل بالطرح اللي هو عنده اياه، ولكن بنهاية النهايات هناك مسؤولية وطنية على الجميع انه يتحملوها، هناك فسعة واسعة جدا للتفاهم، يعني بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس يعني او من يمثل اثنين في مجلس الوزراء. نحن نتأمل انه تكون هيدي الجلسة المرتقبة بكرة بتكون هي فعلا يعني الجلسة المأمولة لوضع حد لهذا النقاش ودفع يعني حضرتك قلت ما بدنا نفوت بالنقاش الدستوري، وهيدا البعض اللي قالوا انه النقاش اللي صار امبارح بمجلس الوزراء اكثر من هو دستوري، هو مثل ما البعض سماه قلوب مليانه بالسياسه، خصوصا بين حركه امل والتيار الوطني الحر، واللي تفجر الخلاف امبارح بين الوزراء. لا ليش انه لا بتشوف فيها هيك، اللي كشفه الوزير خليل امبارح عن طريق هذا العرض اللي عن الوضع المالي يعني بقلب الدوله، يعني 93% من الهبات اللي متلقيتها الدوله من سنه 93 ل 2010 منا مدونه، مش معروف منين جاي الهبه وين راحت. هي واحد. اثنين، عندك كمان انه بتجي اوامر من هذه الوزاره او تلك لوزاره الماليه تدفعي بموجب كذا، صرف بدون قيود، بدون يعني انه في شغله طويله عريضه اللي كان يعني. ما اليوم اقرار الموازنه ايضا مرتبط بقطع الحساب، وقطع الحساب بعده مش حاضر، يعني ما فينا نعمل موازنه، يعني ما فينا نعطي سلسله، ما فينا نعطي حقوق. القصة وين؟ إنه ما بيقدر هيك نجي نقول يلا عفى الله عما مضى، لك أخي يمكن واحد يوصل المطرح إنه ما قادرين نحصل، بس بالقليلة نحدد المسؤوليات، بدنا نشوف صار في هدر، صار في سرقة، صار في إذا بشو صار، ما بدنا نفهم هالمصريات وين راحت؟ لك علينا شو يعني وصلنا يناهز ال 100 مليار دولار يعني طب إنه والناس غرقانه وكرماله الوضع البلد عم بيغرق. تمام، بس هلا بهالعهد اللي جيت كانه عفى عما مضى. لك شو عفى عما مضى؟ بالتعاطي مع الرئيس الحريري، رئيس سعد الحريري. لا لا طولي بالك، في مرحله جديده في توافق وتفاهم. توافق طيب انه وين المشكله؟ انه القصه الحكمه مجاحفه؟ لا بالعكس، انه في سعي الى التوافق، ولكن هذا يعني هذا لا يعني انه واحد بيصفح عن الاموال العامه هيك كانه ملك بيت بيو. هي مش ملك بيت بيو الجنرال عون فخامه الرئيس، مش منا ملكه، هيدي هو مؤتمن على اموال عامه. بس برايك اليوم التيار الوطني الحر بوارد فتح هيدا الملف واعاده نبش ملفات الماضي وتوتير العلاقه مع تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري؟ فاذا اذا كان فتح الملفات ل إماطة اللثام عن كل الممارسات المالية اللي صارت المنيحة منها والوحشة، هاي بتوتر العلاقة مع تيار المستقبل، بيرتضي على نفسه تيار المستقبل والرئيس الحريري إنه يخلي الصورة تكون هيك، إنه إذا كان بدكم تكون علاقات طيبة إنه بدكم تتجاوزوا كل شيء، هل هو بيرضاها؟ لا السؤال. أكيد لا، لأنه أنتم بس اللي هو الصورة إنه حاطينه بموقع اتهام. لا 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 نحن ما عم بالعكس، هيك بدي أقول لك إياها من الآخر. أنا من الناس اللي وأنا بعرف إنه إحنا كتار بالتيار الوطني، نحن شايفين الرئيس سعد الحريري زلمة طيب، يعني عم بحكيها هيك مثل الناس بيعبروا عنها، زلمة مبين إنه آدمي، طب إنه وحريص على المصلحة العامة، وإنسان عرف إنه بيعرف كيف يدور الزوايا، صحيح إنه في كتير بدك نفصل ونفصل، ولكن صار في ممارسة، والممارسات اللي نحن عم نشكي منها ما خاصه ما كان فيها. طيب فإذا الموضوع إنه طيب نحن ما فينا إنه ما لنا حق، لأنه مثل ما قلنا
مش ملك بينا. طيب اليوم في اقتراح بتعديل المادة 87 من الدستور، إيه؟ وهو إنه نعلق العمل نشيل القطع الحساب نفصله على الموازنة، نعلق حتى ما نعمل أزمة مستعصية بالبلد. إنه أخي أوكي، لأنه في ناس بدها حقوق أو في إضرابات. تمام، نحن هايدي أولوية مطلقة. رئيس عون برأيك رح يمشي بهذا الاقتراح؟ لأنه اليوم من صلاحيته هذا أكيد الطلب. يعني هلا أكيد هو هذا طبعا، ولو إنه الوزير وزير العدل اللي هو بيضرب بسيف رئيس الجمهورية وخبير بالدستور، ايه، وعم بيطرح هذا أكيد يعني أخذ الضوء الأخضر، وإنه طيب يعني أكيد. ولكن أنا ما بعتقد إنه حدا بوارد إنه يفجر مشكلة مع الرئيس بري. يعني أنا من الناس اللي بيدعوا إنه خي طيب في مجالات كتير، يعني في كل الأسباب تخلينا نتمنى إنه خي طيب تعوا إنه بالنهاية خلونا نلتقي على دائما، مهما كانت المشكلات مطروحة دائماً عم بيقدروا يوصلوا بالآخر إلى إيجاد حل. ما في شيء مستعصي، هي في كيمياء يمكن مش ضابطة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل. لا 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 وعها لا لا شو الحكي هذا بين التيار الوطني وحركة أمل؟ أعوذ بالله. هلا في بين متفقين على الخطوط العريضة الاستراتيجية الوطنية القومية، بس بالأمور الصغيرة دائماً عم بيكون في خلافات. الأمور الداخلية اليومية لكن هلا في شي شخصين إخوي أو أصحاب أو شو ما كان، ما بيمرق وقت تتوتر ما بتختل العلاقة شوي. أكيد ما هذه بطبيعة الحياة. صحيح، بس هي مش لازم إنه دغري بس تكون لأنه بين أمل والتيار أو بين الرئيس بري والرئيس عون إنه يه مدري شو صاير يا عمي. ما بينوا الجميع حضاريين، وإنه كل واحد منهم عم بيعبر عن توجهه عن أنياته وبكل الوضوح والقوة، وبالآخر في المصلحة الوطنية. صحيح، في القانون وفي دستور في القانون. خلينا ناخذ فاصل إعلاني دكتور، نعود بعدها لمتابعة الملفات. رح نحكي كمان عن لقاء الوزير باسيل ووزير الخارجية السوري وأثر على توتر العلاقة مع تيار المستقبل، وأكيد موضوع الانتخابات النيابية والتحالفات. فاصل ونعود. من جديد أهلا بكم، ونتابع الحوار مع ضيفي مسؤول العلاقات مع الأحزاب في التيار الوطني الحر دكتور بسام الهاشم. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة دكتور. شكرا. يعني أيضا موضوع تحكى فيه وكان في خوف من تفجر حكومة، موضوع الاجتماع اللي صار بين الوزير الخارجي جبران باسيل في نيويورك مع وزير الخارجية السوري. شفنا موقف الوزير إنه هذا المشنوق، شفنا حتى موقف مبارح كتلة المستقبل، وكأنه البعض عم بيقول هذا ممكن يكون بداية توتر بين الرئيس الحريري والرئيس عون. وكنت عم تحكي قبل الفاصل عن الرئيس الحريري وكيف عم بيتم تدوير الزاوية والعلاقات الجيدة معه، ففي بوادر خلاف لأنه يمكن موضوع العلاقة مع سوريا خط أحمر عن تيار المستقبل. لكن من جهتنا ما نبيين أبدا ولا عندنا شهوة الخلاف ولا مستعدين نختلف. هلا نتمنى أنه يعني ما تم التفاهم عليه يستمر. لكن بالأساس شو هي القضية المطروحة لها؟ في عنا قضية مركزية، ما قصة إنه بنحكي مع سوريا ولا ما بنحكي مع سوريا. القصة عنا مشكلة كارثية، 1,750,000 من الإخوان السوريين منتشرين على كامل الأراضي اللبنانية، تحول لبنان كله سوى المخيم. يعني هذه شيء ما له علاقة، ما بيشبه حتى النصف مليون لاجئ الفلسطيني، الإخوان الفلسطينيين اللي أبعتهم من أرضهم إسرائيل، ما بيشبهوا شيء. هوليك محصورين بمخيمات، الإخوان السوريين منتشرين بالضياع. ولك خليني وصف بس نتفياكي تقلك إنه الدي الوضع دقيق وملح بالمعالجة. خدي ضيعتي، وأنا أكيد كل واحد اللي عم بيسمعوني راح يقيس على ضيعته. نحن ضيعتنا فيها 8000 نسمة يعني مسجلين فيها، بس إداي بيلتقى فيها بالشتوية يعني بيطلعوا بالصيف شوي شي 100 العقورة، بيبقى فيها شي 100 شخص بالشتوية، كل الناس نازحة. ولكن تطلع بأيام الشتوية أو بالربيعية أو بتشيلين تلاقي بتنغل نغل، مين فيها هناك؟ سوريا. نيح صار عددهم أكثر من السكان. أهلا وسهلا، ما عم نقول هيك، ولو صادنا نرحب ومنحبه إخواننا يعني طيب. ولكن شوفي وين المشكلة،
في عندك اولاد خلقوا هون، وفي منهم اجوا كان عمرهم سنه او سنتين او ثلاثه عم بيكبروا هون، صح، قاعدين بالعقوره صيفا شتاء، ما دعسوا بسوريا، عم بيفوتوا على المدرسه هون، تعلموا بالمدرسه هيدي شوي شوي، هيدا ما عم بيشوف الا العقوره. طيب بكره هيدا بعد شي خمس ست سنين عشر سنين الى اخره، طيب هيدا نعي انه هو منه عقوري، شو بده يقنعه؟ بيحكي لغتهم وعنده ثقافتهم والى اخره، ولكن اكثر واكثر رح يبلش يحس العقوري، رح يحس انك يا اخي طيب معقول، يا اخي بحبك والله بحبك، بس انه عم بتضيق علي تنفسي، زيح شوي، رح تخلق مشكلات. صحيح، طيب هيدي الحاله الغليان موجوده بكل الضياع والمناطق، عم نحكي ايوه هلا كيف عم بيتحركوا، انه بتعرفي في مطارح اخذوا تدابير البلديات انه ممنوع تجول، منو هلا في عندك ناس المغرضين يعني بالشوم انه هودي عنصريين، يا اخي ما عنصريين، ما هودي اللي موجودين في اكثريتهم ساحة اوادم وناس طيبين ومعترين هربوا من الحرب، بس في كمان مجرمين وسفاحين وداعشيين وكذا متقلقلين بيناتهم. صحيح، طب ارتكب الحال اليوم بعودتهم الى سوريا، وهذا كلام قاله كمان الرئيس بنيويورك، هذا الموضوع ما فينا نتهاون فيه، لازم يرجعوا. طيب مين بده يرجعهم؟ بدنا نحكي مع الحكومه السوريه. يا اختي معقوله انه ترجعيهم لا لا بلدهم بدون ما تحكي مع حكومتهم؟ شو عم بيقولوا الطرف الثاني؟ عم بيقول انه الامم المتحدة. لك اي امم متحده؟ فلسطين من امتين الكارثه تبعها من سنه 48، وين صرنا اليوم؟ عم 70 سنه. طيب اليوم مين بده يحدد المناطق الامنه بسوريا؟ مش الامم المتحده؟ لا ما خلينا بس نخلص هاي الفكره يا عمي. طيب وقت بتفوت القصة حدا عارف أمتين تنتهي هذه قصة إنه الحل بسوريا والتسوية الأخرية؟ بعدين لا بده يكون هذا ورقة ابتزاز، نحن إنه مصير النازحين السوريين بلبنان تكون ورقة ابتزاز بين إيدين القوى الخارجية سواء كان بالإقليم أو بالعالم. طيب اليوم ماني البعض بيقول طيب نحن اليوم حتى نرجعهم بس بدنا نحكي مع النظام السوري والحكومة السورية، أو مجبورين نحكي بطبيعة الحال مع الأمم المتحدة، فبالتالي هي تكون المنسق. يوم من يضمن أمن وسلامة هودي النازحين بحال عادوا إلى أرضهم؟ هذاك سؤال، وما هو كمان خليني بس كمل التوصيف. عندك قصة ثانية، عندك قصة إنه راح الرئيس الحريري على روسيا هيك اليوم، هاي مش هونيك قال انه حابب لبنان يكون محطه على طريق اعمار سوريا؟ طيب يا عمي معقول تخليك سوريا تشارك باعمارها؟ ما بتحكي مع دولتها مع سلطاتها؟ لما نكون بمرحله اعمار عم نكون بحكومه جديده بممثله، حكومه انتقاليه فيها معارضه وفيها موالاه. بس منيح، بس من هنيل وقتها. طيب شو بنعمل؟ الامم المتحده ما حدا عم بيقول مش لازم تلعب دور، اهلا وسهلا بالعكس. بطبيعه الحال اي لقاء يجري وزير الخارجيه الا يفترض ان يكون بالتنسيق مع الحكومه ورئاسه مجلس الوزراء؟ لا بده يكون، وخصوصا لما يكون موضوع خلافي. لا بده يكون هيك ملايكي. وين المشكله؟ انت عندك مشكله بلبنان، وهيدي بتامل الكل يعني يتابعونا مزبوط شو عم يقولوا. يعني اجى الجنرال عون صار رئيس جمهوريه على قاعده تفاهم عريض، انضم له تيار المستقبل من جهه ومحور المقاومه من جهه ثانيه، منيح؟ صح. طيب مفهوم بالمنطقه في صراع بين المحورين، المحور اللي بزعامه السعوديه وتركيا وقطر اليوم مختلفين، وعندك المحور الثاني اللي هو محور المقاومه الممتد من هون لايران مرورا بسوريا ووراء في وصلوا على اليمن روسيا اليمن الى اخره. طيب لبنان اذا بده يفوت بهالحالة التجاذب بيتشلع لبنان، خلص ما في. طب ما هل بعض اعتبروا لقاء اليوم الوزير باسيل مع وليد المعلم يضع لبنان في عداء مع عالم العربي الذي هلا لحد هلا بعد ما عمل علاقات مع النظام السوري؟ ما طلب منا لك اصدقائنا السوريين والايرانيين والمقاومه ما منعت انه نحكي مع السعوديه ويروح رئيس الجمهوريه يروح يعمل اول زياره للسعوديه. صحيح. طيب كيف بده يجي السعودي يجي يمنعنا من نحكي مع السوريين مع المسؤولين السوريين؟ ما حدا له حق يعملها هاي. نحن عم نقوله يا اخي نحن مضطرين، رئيس الجمهوريه المفروض يكون ما قالوا بي الكل، هيدي لها هالصوره لها رمزيه معينه، بي الكل بده يكون حاضن للكل. انه وزير الخارجيه اليوم يعني لما نحن محاوله النائب النفس ما بتكون بضم لبنان الى هذا المحور. اي نائب النفس كيف بده ينقب نفسه؟ نقيوا بنفسه، لكن خرب الدنيا، كان البلد كان يجتاحوه الدواعش،
لكن شو صار بالعسكريين؟ ما في صراعين، عم بتقول صراع محورين، محور المقاومة من ميل ومحور الدول العربية الأخرى من تاني ميل. لا مش الدول العربية الأخرى، لا لا لا، في عندك قسم من الدول العربية بهذا المحور ومعهم تركيا، وعندك قسم الثاني من الدول العربية ومعهم في إيران وفي بمحور تاني. لا لا، من مفروض لبنان مش القصة. مش بولا محور. نه؟ لبنان لا يفترض أن يكون بأي محور. لبنان ما بيقدر يكون بأي من المحورين، يعني بيخرب، انتهى. لبنان في حلفائكم بحزب الله مقتنعين برأيك بهالنظرية؟ طبعا، وإلا ما كانوا سهلوا للرئيس عون أنه ينتهي جيدي السياسي. هن مسهلين له. طب ليش حدا سر أنه في موقف منهجي مركز دايم وأكثر وأكثر عم بيتعبر عنه من قبل سماحة السيد ضد سياسة الحكم السعودي؟ صح. طيب، ورغم هيك كله ما مانع بانه يروح الرئيس عون على السعوديه، بالعكس اعتبر انه هيدي من المسلمات، انه لبنان لا يساس الا بهالطريقه هاي. ما بتقدري تسيسي لبنان انه في ناس ما بتحكي معه، لا بدنا نحكي مع الكل الا اسرائيل. حتى اسرائيل العدو اضطرينا نحكي معه عبر اليونيفيل، نقبل عن طريق اليونيفيل انه يكون في وسيط هيك، ولكن في ضباط لبنانيين عم بيحكوا مع الضباط السوريين. شو اسمه الاسرائيلي؟ طب كيف بدك تمنعيني احكي مع السوريين؟ يعني في اتفاقات نحن وسوريا، نحن كنا معارضين نحن كتيار وطني بهذيك الفتره، انه لانه كانت بايام الهيمنه علينا، خلصنا من الهيمنه، انتهت هيدي، صرتوا افضل العلاقات مع سوريا. طبعا هيدا مع النظام هو ذاته اللي كنتوا ضده قبل ال 2005، لانه هو انسحب. نحن شو كنا، شو اللي كان عندنا مشكلتنا مع النظام؟ جاي عم بهيمن علينا، ما بدنا الهيمنه، رافضين الهيمنه، وحاربناها وقومناها وبالاخر انسحب. بس انسحب ليكي اللي كانوا عاملين ازلامه، يعني شو بدي اقول لك، ممارسات يندى لها الجبين تجاهه، صاروا ضده عليه وطعنوا بظهره، ونحن اللي كنا اخصامه. نحن الرئيس الاسد قال العماد عون الخصم الشرعي، راح في بسيارته، شوفي تقديرا لحقيقه للموقف التاريخي اللي عند العماد عون، هيدا هالنصاعه بالموقف وبالاستقامه. طيب يا اخي، طيب شو هالمنطق هذا اللي ما يعني منطق انه روح انتحر انا لانه في حدا بالاقليم ما هين علي اني انا احكي مع السوريين؟ انا ما بدي احكي علي وبترك بلدي يخرب. رح ياثر على علاقه مع تيار المستقبل برايك؟ نتاملها، في مسؤوليه بدنا نتحملها. لانه الوزير مشنوق كان قاطع، يعني اول البوادر مقاطعه الوفد الرئاسي. نحن بنحبه الوزير مشنوق وبنقدر اعتباراته، بس بنقول له حكم، يعني خلينا نوحد الله، خلونا شوي هيك، يعني هيدا قصة نقي بالنفس وانه انا ما خصني وببعد كانه البلد مش بلدنا. لا يا اخي، البلد خلينا بلدنا. واقعيين اكثر. تما يهدر، يعني الوقت يسبقنا. موضوع الانتخابات النيابيه اليوم، يعني عرفنا شو صار بالبطاقه البيومتريه، قال الوزير مشنوق يعني اجلنا الانتخابات سنه على اساس بطاقه بيومتريه، وهلا يبدو انه ما في طرح للرئيس بري بتقريب موعد الانتخابات. هل برايك سيبصر النور؟ ممكن نشوف تقريب الانتخابات النيابية؟ والله يا ستي ليكي، نحن لو الانتخابات تصير اليوم نحن جاهزين تنقوم فيها. ونحن بالأساس كنا ضد كل تمديد، صار في تمديدين قبل ما يجي هيدا الثالث مدة سنة، اعتبرناها تقني تنكون عملنا البطاقة البيومترية، ونحن طعنا بالتمديد قدام مجلس الدستوري. وما كان موقف هيدا شكلي، كان موقف صحيح مبدئي نحن من هالباب هذا، ولكننا ما زلنا مصرين انه يصير في يعني تحقيق الغايه من هذه البطاقه البيومتريه. ما زال الوقت متاح لانجاز هذه العمليه. لي نحن مصرين عليها لاسباب عديده. اولا ترفع نسبه المشاركه، في ناس كانوا يعني صحيح بيسلفوا هم مكان السكن والمكان البعيد. ايوه هاي وحده. واثنين هيدي بتخفف كثير من يعني من النفقات على المرشحين، من وجوه يعني الابتزاز، انه بيروح هيدا بيجيب الناخب
من منطقة لمنطقة بقيد يعني كل هيدي الاعتبارات صحيح. بتكوني أوجدتي الظروف اللي بتخلي واحد يحكم ضميره يعني أكثر. موضوع تقريب الانتخابات كتيار وطني حر حاليا رافضينه بسبب الإصلاحات. نحن مصرين على الإصلاحات على الإصلاحات طيب. ايه اليوم التحضيرات على الانتخابات يعني دكتور جعجع قال من فترة أنه يمكن يخوض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كل الانتخابات مستقلين بسبب النظام الانتخابي الموجود ايه. حاليا في تنسيق مع القوات اللبنانية بالمناطق حول الترشيحات يعني البعض عم بيقول انه دكتور جعجع لما يعلن ترشيح اسماء مرشحين ببعض الدوائر عم بيكون في امتعاض من التيار الوطني الحر لانه يمكن عم يسبقهم او ما بيكون في تنسيق او غيره. لا نحن ما ابدا نحن ما عندنا ما لنا ممتعضين ابدا. نحن بنعتبر انه هذا اولا حقهم حق القوات انه يكون عندهم مرشحين بكل المناطق وحقهم انه يرشحوا مرشحينهم بدون تشاور مسبق معنا مثل ما حقنا انه نعمل نفس الشيء. يعني ما في تنسيق انتخابي حاليا. لك انا اللي بقوله ما هو من الاساس القعده اللي ارساها الجنرال فخامه الرئيس القعده اللي ارساها انه نحن بنتفق على انه يكون نسعى الى التفاهم على مختلف الامور. الامور اللي بنتفق عليها بنتفاهم عليها بننفذها مثل ما اتفقنا. ما اتفقتوا على شيء بس واللي ما اتفقنا عليه خلينا محافظين على الاختلافات الاختلافات بيناتنا ندير الاختلاف بضمن احترام الحق بالاختلاف بدون ما الشهادة تحت سقف تفاهم مع رب بس بالعمليا خلاف حول كل النقاط لا كان بمجلس الوزراء كان بالتعيينات الإدارية على إذا كان البعض بده يعني يستعمل كل المناسبات المتاحة من شان تينقر على غيره تيربع عليه أصوات انتخابية هنا يعني إنه هذا نزاع وصراع وإلى آخره. على القليل نحن من جهتنا ما بدنا نتصارع نحن كتيار وطني نحن مع التنافس الديمقراطي وأنا بقول لك وين مصلحة أي قوة سياسية تيجي تتحالف مع التانية تحط لها تنازلات بالوقت اللي طبيعة الانتخاب هذا النسبي القانون الانتخابي بيقول لك مفروض كل قوة تسعى إلى تظهير حجمها صحيح. طيب لشو أنا بدي أعطي غيري جزء من حجمي من ظاهر أحجامنا الانتخابية وبكرة وقت ما نجي نقبل على المرحلة الثانية لأنه بعد انتخاب المجلس شو بيصير؟ بده يصير في تشكيل حكومة صحيح بصير في أوزان انتخابية ساعتها بدنا نضطر نفوت بتحالفات عن ذلك يقاس مدى القدرة أو عدم القدرة على بناء التحالفات. التحالفات بتصير بتشكيل السلطة التنفيذية مش بالضرورة بتشكيل المجلس النيابي ورح يضل التفاهم صامد لبعد الانتخابات. نتأمل هذه في مصلحة وطنية من جهة وجهة تانية مصلحة بين المسيحيين لأنه مش عم أقول أنا نحن مسيحيين بس تيار وطني هو وطني ولكن في عنا أجر منيح كتير طابشي بالبيئة المسيحية وبالتالي المسيحيين عندهم كل المصلحة أنه يكون التفاهم على أفضل ما يكون بين الأمة وأن يظل مستمر بما يتعلق على حسب القانون الجديد اليوم دائرة جبيل وكسروين أصبحت دائرة واحدة ضم بعد ضم القضائين. بلشنا الحلقة قلت لي أنا أعزم نيتي بالترشح ولا ما أعلن بعد مرشح للترشيح مرشح للترشيح بانتظار القرار النهائي للتيار الوطني الحر. أي متى ممكن يصدر هذا القرار وعلى أي أساس سيتم برأي هذا الواقع اختيار مرشح أو لا؟ كلا بعد بكير يعني بعد انه العمليه عم تتفاعل بعده عم بينقاس الوضع بدك تتركي مجال لفرز يعني لاعطاء الملكي. انطلقت عمليه بلوره المسار الانتخابي انطلقت بعد صدور القانون صحيح كل الاطراف بلشوا ورقت بالمناطق. هلا هاي الراي العام بدك ما كان بعده منه من ما بيعرف القانون كفايه والقانون الجديد هذا يملي أو يعني يفضي إلى نوع من السلوك الانتخابي غير كان غير مألوف صحيح لأنه بالماضي كانت اللايحة وعلى الأكثر واليوم في الصوت التفضيلي بيفرض كمان اليوم في عندك النسبي والصوت التفضيلي يعني اليوم أنا بالماضي كان في يروح والله في لايحة في فلان منه عجبني شكله كان في بوستات بيشطبوا لا كان في يشطبوا هلأ ملتزم بدون ما دق بالفريق السياسي اليوم صح. ما فيني أشطبوا اليوم فيني أعطي الصوت التفضيلي الواحد غيره من نفس اللايحة ولكن بدي حطه مع اللايحة صحيح. عندك ناس ما بتقدر تطيق هالشيء هذا عندك ناس بيقولك لا أنا لأنه في فلان ما بدي اللايحة كلها ما رح أنتخب اللايحة رح روح لأيديك ومن هون بده واحد يشوف أني يرصد
التحولات الرأي العام يقيسها، ويقيسها مش بالضرورة باستطلاعات الرأي، خصوصا بهالبلد اللي ما في مناعة، بلد بلد الفساد، الفساد المستشري اللي ضارب المجتمع والدولة بكل مؤسساتها من تحت لفوق. هذا البلد اللي ما في حصانة، واللي ما في يعني منظومة قضائية يعني حول بخصوص ضمان نزاهة استطلاعات الرأي، وضمان يعني التزام القائمين بها بهذه المعايير يعني مع منظومة عقوبات والآخرة، كل هالأمور ايه موجود فيه بالشكل فيه اشياء، بس ما في عنا تقاليد. وثم انه الرأي العام منه مجهز لانه للتجاوب مع استطلاعات تؤدي الى نتائج شفافة. اعطيك مثال، عندك بفرنسا مثلا، بفرنسا ايه بتعملي استطلاع رأي وبتقدري تتكلي انه تاخدي منه يعني نتيجة الى حد ما مقبولة مع بقاء هامش خطأ دائما يعني. ليه؟ لانه هنيك الناس وقت بتستصر حيون هني مواطنين ما فرقاني معهم لا النايب ولا الوزير ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا رئيس مجلس النواب، هؤلاء مواطنين وصلتهم حقوقهم وما حدا قادر يدق فيهم. هون النايب بنكل بالناخب والوزير بنكل فيه، مين ما كان قادر انه يقبع فلان عسكري بيطيروا منها مثلا بيكون بيفصلوا من هون من 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 جبال لا اقصى جنوب، صحيح موظف في شركه ماء بيقوم بكبوا بحط بدله يعني. المهم الناس مشحدين الملح. هالمره هالقانون رح يحرر تقول انه الناس مشحدين الملح بهذا البلد. بفرنسا اذا بتسال المواطن انت بين فلان وفلان وفلان مين بتنقي من هو، بيختار على اساس مشروع، بيختار ايه على اساس المشروع وعنده ثقه وما فرقاني معه بيقول على راس السطح. عندنا هون حتى لو بيكره النايب بيقول لا انا مع النايب. اي متى الصوره الاخيره لترشيحات التيار الوطني الحر يفترض ان تتظهر؟ بعد قد ايه وقت؟ عم تنشغل هلا. عم تنشغل لانه الدكتور جعجع سبقكم وبلش معلش، ما هو دائما يعني هو عنده طريقته ونحن عنا طريقتنا ان شاء الله. يعني بتمنى لك كل التوفيق. شكراً دكتور. ونحن بنعرف قد ايه انت خصوصا بجرد جبال قد ايه محبوب وقد ايه الناس بتحبك وقد ايه قريب من الناس. كل التوفيق لك. شكرا للمتابعه والى اللقاء.